الرئيس السوري بشار الاسد في دوله الامارات العربيه زياره، خلي بالكم زياره مهمه ما حصلتش. بشار الاسد ما زارش دوله عربيه من 2011، دي اول زياره للرئيس السوري منذ 2011. قابل الشيخ محمد بن راشد وطبعا حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء، وقابل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. لقاء زي ما بقول لحضراتكم هو كاشف عن التحركات القادمة، يعني أكيد في ارتباطات كثيرة. هذه الزيارة من الأهمية، ودولة الإمارات طبعا من الدول اللي فتحوا سفارة في دمشق قبل عامين، وكان بداية تحرك من جانب العلاقة السورية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. لقاء المهم ما بين شيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد، معه طبعا وزير خارجية فيصل المقداد وعدد من مسؤولين في الخارجية السورية. ولقاء زي ما بقول لحضراتكم يعني له يعني مهم جدا هذا اللقاء في هذا التوقيت. وطبعا في كلام طبعا مهم في الجامعة العربية على عودة سوريا إلى الجامعة والمقعد السوري اللي كان من 2011. يعني سوريا طبعا تعليق قضيتها من 2011، ولكن حان الوقت طبعا في دعوات كثيرة جدا بعودة سوريا. طبعا الأمريكان زعلانين من هذه الزيارة، متضايقين من هذه الزيارة، ولكن أدي طبعا الشيخ محمد بن راشد واللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في أيضا لقاء أيضا مهم زي ما بقول لكم، يعني زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت. مؤكد يعني غير الجامعة والعلاقات الصينية هيكون في جزء من هذه الزيارة يتعلق بإيران، يتعلق بإيران يعني مؤكد. هو مفيش طبعا حاجات رسمية طلعت، ولكن لا تخلو هذه الزيارة إلا لأنه سوريا ورئيس بشار الأسد له علاقة قوية جدا مع إيران، قوية جدا للغاية. وحتى من الحاجات اللي هي يعني مفترض الفترة القادمة يبقى في تحرك في هذا الملف من جانب سوريا في هذا الملف، أنه كان في يعني بعض الدول ليهم تحفظات على التواجد الإيراني في سوريا، تواجد بعض العناصر والميليشيات في سوريا، وبالتالي كان في يعني مطالب أنه سوريا عليها بعض الأمور لابد أن يعني تحققها حتى تحظى على الدعم الكامل من كل الدول العربية. وهذه هي زي ما بقول لحضراتكم هتكون يعني أو هي زيارة مهمة للغاية. قبل ما نطلع فاصل تعالوا نروح نشوف امبارح.